خلينا استكمالا برضو لكلامك يا كريم، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي قال ان الفريق بيملك فرصه كبيره للتاهل، وان الاهلي كمان اهدر العديد من الفرص، والتوفيق لم يكن حليفا للاعبين في الفرص العديده اللي يعني لاحت لعمرو السوليه وبيرستا واحمد عبد القادر زي ما كنا بنقول لحضراتكم، محمد شريف طبعا ووليد سليمان، واشار الى ان الجهاز الفني اغلق مباراه الذهاب وبدا التركيز في المباراه المقبله، وقال او اضاف الاهلي لن يتوقف كثيرا عند الغيابات التي يعاني منها نتيجه الاصابات المختلفه، وسوف يتم التحضير لمباراه العوده بشكل مناسب. ويعني اعتقد برضو كان في كذا رساله اخرى، خلينا بدل ما احنا نقعد نقولها لحضراتكم نتابع تصريحات كابتن سيد ونرجع نكمل. يعني طبعا الحمد لله طبعا على كل شيء، كنا نتمنى انها تبقى فرق الاهداف يبقى اكتر من كده، لكن برضو في النهايه يمكن الحظ ما كانش معانا النهارده، فعدد كبير جدا من الفرص في الشوط الاول، يمكن في بيرستاو اللي هو حوالي 2 3 لوحده، وعندك عمرو سليه البينالتي والهيدرز كمان اللي عمله في الشوط الاول، احمد عبد القادر ووليد وطاهر وشريف، لكن هي في النهايه دي الكوره خلاص خلصت، المباراه انتهت، مش هتتعاد منها دقيقه واحده، لكن عندنا 90 دقيقه هناك في المغرب في استاد محمد الخامس. المباراه ان شاء الله الرحمن هتبقى يوم الجمعه اللي جايه الساعه 12 بتوقيت مصر هنا ان شاء الله. المباريات دي كلها بتتاخد بالشخصيه وبطريقه التفكير، هتنزل بشخصيتك وهتنزل بقوه فكرك، هتكسب ان شاء الله الرحمن. يعني خلينا بس نستعد كويس، المباراه دي انتهت 2-1 كسبانين، لحد دلوقتي احنا كسبانين، لكن هناك عندنا 90 دقيقه من النار، عندنا 90 دقيقه جباره هناك، اللي خايف ما يجيش معاك يعني، فهتروح هناك هتلاقي جمهور طبعا يعني 60-70 ألف متفرج، وضع طبيعي من اول دقيقه لاخر دقيقه، لكن في النهايه هنشتغل ان شاء الله الرحمن. احنا قلنا لهم كده دلوقتي حالا بعد اللقاء ان شاء الله الرحمن هنكسب هناك باذن الله ونعمل نتيجه كويسه ان شاء الله. مطلوب ايه من اللعيبه يا كابتن سيد؟ ولا حاجه، خلاص المباراه انتهت، المباراه انتهت بكل ما فيها، ما حدش هيرجع فرصه ويعيدها من جديد، خلاص انتهت، لكن عندنا الفرصه هناك، احنا لحد دلوقتي لحد لحظتنا اللي احنا فيها ديت احنا كسبانين فرق هدف يعني، فهنروح هناك هنروح بطريقه تفكير معينه باستعداد معين، بكره ان شاء الله الرحمن هيبقى عندنا الريكفري بتاعنا ان شاء الله قبل الفطار، وبعد كده هيبقى عندنا يوم الاثنين راحه، وبعد كده هنسافر الثلاث الصبح باذن الله، هنكون في المغرب الساعه 11 لمباراه مستنيانا واحنا كمان مستنيينها باذن الله، اللي هتبقى يوم الجمعه يوم 22 الساعه 12 بالليل باذن الله. لكن مش هطول عليك يا سيد، لكن النادي الاهلي الوحيد في مصر اللي لا يحاسب على الغيابات، عندنا غيابات كثيره جدا، عندنا ظروف كثيره جدا، ظلم كبير جدا. انا كريم مش عايز اتطرق للموضوع ده، انا بتعامل بالواقع، اللي غايب غايب واللي موجود موجود، احنا عندنا ثقه في كل الناس اللي موجوده. هنلعب الرجاء في المغرب يوم 22 على بطاقه التاهل ان شاء الله باذن الله هنرجع بيها باذن الله. طيب ده كان جالب من كلام وتصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ، واللي اكد من خلالها اللي النهارده كانت لسه بتقول لحضراتكم عليه من شويه، واللي هو المعتاد مع الاهلي والاهلاويه، فكره ان احنا نقفل الصفحه ايا كانت، فيها افراح فيها احزان، في كل الاحوال في صفحات بتتقفل.